علي عشماوي بدأ يخطط ويفكر في تنظيم أو إنشاء أو إعادة التنظيم الخاص الجديد. أول الخيط راح قابل زينب الغزالي. زينب الغزالي استقبلت علي عشماوي في منزلها في مصر الجديدة وقالت له إن هي كفرت بالحزبية وبالأحزاب وخلاص، هي يعني البيعة مع الإخوان هي الأساس، ولم يعد لديها من أحلام الدنيا إلا أن تكون وتموت وتعيش على الإخوان وعلى الإخوانية. وأكدت أنها تركت الوفد وكفرت بالحزبية بعد بيعتها وانتماء الإخوان، هكذا يقول علي عشماوي في كتابه. وكلمت علي عشماوي في موضوع باب جديد للغاية، علاقة زينب الغزالي بالسعودية، وقالت له هذه العلاقة ضرورية جدا 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 للتنظيم ومستقبل التنظيم. وقالت لعلي عشماوي إن هيبقى ليك دور في خارج مصر خلال هذه المرحلة، وأنت بتعيد بناء التنظيم الخاص من جديد. قالت له لازم نخلص من جمال عبد الناصر. مين اللي قال؟ زينب الغزالي قالت لعلي عشماوي لابد من اغتيال جمال عبد الناصر. عارضها وقال لها اعتقد انه ممكن يقلب الدنيا علينا، فهي كانت مصرة وقالت له بل ان هذا هو الطريق ولا طريق غيره، وان هذا ما اقره المرشد. تاني لان هناك من ينكر ان الاخوان ارادوا اغتيال عبد الناصر، وهناك من ينكر بحادث المنشية، هكذا ورد في مذكرات علي عشماوي متحدثا عن لقائي في بيت زينب الغزالي. قالت له نقتل عبد الناصر، قال لها غلط، قالت له كده هو بل إن هذا هو الطريق ولا طريق غيره، وأن هذا ما أقر به المرشد، اللي هو اغتيال جمال عبد الناصر أو تصفية جمال عبد الناصر.